معايا؟ ايوه انا كده تمام شايف. طيب تمام يا شباب، السلام عليكم. النهارده هنكمل معاكم بقى الجزء اللي هو بتاع اعمال التجميع بتاع محطة المي. الجزء اللي فات اللي هي المحاضرة اللي فاتت كانت بدأنا في الدراسات البريليمينري قبل ما نعمل المحطة او قبل ما نعمل عملية تنقية المياه المدينة او المنطقة. فكان في دراسات ابتدائية لازم ناخد بالنا منها، هنجيب مياه منين، مصدر المياه، البوبيوليشن قد ايه، الفلو ريت قد ايه، معدل استهلاك الفرد قد ايه. وخدنا في القصة دي البوبيوليشن، وخدنا طرق للبريدكشن بتاع البوبيوليشن، وعرفنا ان احنا بنصمم مش على البوبيوليشن الحالي، التعداد الحالي، بنصمم على التعداد المستقبلي. اوكي، وكل يونت بتختلف في الايه، في الديزاين بيريد بتاعتها بعد فترة زمنية قد ايه، والكلام ده كله. النهارده بقى هنخش في التصميم، المحطة، تصميم المحطة. اوكي، باختصار احنا عندنا الشائع عندنا في مصر او الموجود في مصر ان احنا بنعالج المية السطحية، السيرفيس ووتر. طبعا انت عارف اساسا مصادر المية هي 3 مصادر، يا اما سيرفيس ووتر مية سطحية، يا اما جراوند ووتر مية جوفية، يا اما رين ووتر او اللي هي مياه امطار. ومياه الامطار دي هي مصدر اصلا السيرفيس ووتر ومصدر الجراوند ووتر. طبعا عشان تعمل محطة مياه فلازم تدور على مصدر للمياه. مصادر المياه هنشوف طبعا في مصر نهر النيل وفروعه، يعني دي مياه ايه، سطحية، مياه سطحية، والقنوات والترع والكلام ده كله. فانت هتعمل محطة مياه، محطة مياه تعالج المياه، تحولها الى مياه صالحة للشرب، او بمعنى اخر صالحة للاستخدام المنزلي، الدوميستيك يوز، اللي هي استخدامات المنازل. اوكي معايا؟ معايا يا شباب، معايا نادر، محمد. ايوه مع حضرتك يا دكتور. طيب اوكي، فهنعمل بقى ايه اول حاجة عشان نعمل محطة؟ بنعمل عملية، بندور على المصدر المائي. اوكي، وبعدين بنعمل الانتيك، الانتيك اللي هو المأخذ، المأخذ، المكان اللي هاخد منه المية اسمه الانتيك، المأخذ. طبعا الشائع ان انا هاخد بقى المية قلنا من ايه، من قناة او من ترعة، من مجرى مائي، مياه سطحية. اوكي، عشان كده دي ايه، دي احنا بنتكلم بالامداد من المية، بالمية اللي ايه، السطحية. بتلاقي الوحدات، يعني ان بريف كده هتشوف بعد كده هتمشي معايا، في حاجة اسمها الانتيك، في حاجة اسمها السامب، الرو ووتر سامب، في حاجة اسمها اللو ليفت بامب، اللي هي محطات الرفع الواطي. التلاتة دول او الاربعة، في المأخذ، وفي الانتيك، وفي البايب انتيك، البايب انتيك اللي هي مواسير المأخذ، في المأخذ وفي مواسير المأخذ، وفي السامب اللي هي البيارة، وفي اللو ليفت بامب اللي هي رفع، محطة الرفع الواطي. دول كلهم بيسموا كوليكشن ووركس، اللي هي أعمال التجميع. يبقى في الأول بجمع المية اللي أنا عايز أعالجها، وبعدين بعالجها في المراحل اللي بعد كده، وبعدين بوزعها عن طريق شبكة المية. تمام كده؟ يبقى مراحل التعامل مع المياه السطحية هي المراحل دي. اوكي، الانتيك والبايب انتيك والسامب والليفت ستيشن، يعني مثلا لو انت شفت محطة زي كده هتلاقي ده مصدر المياه. اوكي، التشانل، ودي ده الانتيك بيبقى على المصدر هنا، وبعدين بيبقى فيه بايب انتيك، يعني بيبقى فيه مواسير مأخذ تاخد المياه من المجرى المائي توديها للسامب، البيارة. البيارة دي متصلة ببامبس، بمضخات، المضخات دي ترفع المياه توديها محطة المعالجة، محطة المعالجة. اوكي معايا؟ شباب تماما معايا؟ تماما اه، دكتور. هنا مثلا لو بصينا في الرسمة دي، ده على أعمال التجميع، ده مأخذ على الشاطئ، شور انتيك، بيسموه شور انتيك، على شاطئ ترعة، يعني شاطئ ترعة أو نهر، ده اللي هو السائد أو اللي عندنا شبهه كتير في إيه؟ أو كل المآخذ العادية بتاع محطات المياه الموجودة في جمهورية مصر العربية، نسبة 90% منها بهذا الشكل. إن أنت بيبقى فيه منشأ عبارة عن حوائط ساندة كده، أوكي، على المجرى المائي، أوكي، وبيدخل
بيدخل المية بتاعت المجرى المائي ده في البايب انتيك، دي انابيب المأخذ. انابيب المأخذ دي بتبقى معمولة بسلوب، اوكي، تاخد المية من المجرى المائي توديها لصمب. صمب يعني بيارة، بيارة، اوكي. ساعتنا بنسميها رو ووتر صمب، رو ووتر صمب، لان مية رو يعني خام او بدون معالجة، او ساعات يسموها مية عكرة، عكرة لسه ما حصلهاش عملية تنقية، اوكي. بيارة المية ساعات يسموها بيارة المية العكرة او بيارة المية الخام او رو ووتر صمب، اوكي. يبقى في انتيك المأخذ، الحتة اللي على الشاطئ دي، على النهر او على الشانل او على القناة، اسمها انتيك. وبعدين الانابيب دي اسمها بايب انتيك. وبعدين الحتة اللي هتروح فيها دي اسمها صمب، رو ووتر صمب. طيب انا دخلت المية هنا، هيبقى في مضخات تاخدها من الصمب ترفعها للمحطة، اسمها اللو ليفت بامب. اللو ليفت بامب، المحطات الرفع، مضخات الرفع الواطي او المنخفض. تمام معايا شباب؟ معايا؟ تمام تمام يا دكتور. اهو هنا برضو نفس الرسمة تاني. بص يا سيدي، ده المجرى المائي. هنا طبعا المأخذ هو منشأ، هنا يعني في حوائط سنده وفي مش عارف ايه، مش باين في السكشن يعني، اوكي. يبقى في المأخذ هنا، وبعدين ده البايب انتيك، ده مواسير المأخذ، ده واحده او اكتر ورا بعض طبعا. ممكن غالبا طبعا ما فيش حاجه في محطه المياه هنعملها واحده، يعني مينيمم يبقوا اتنين او اكتر، اوكي، عشان لو في واحده حصل لها اي خلل او اتسدت او حاجه لازم التانيه تكون ايه، شغاله. فعدد واحد ده مرفوض في جميع الايه، الحاجات الاستراتيجية اللي هي ما ينفعش تقف، يعني محطة مية دي يعني ايه، حياة او موت يعني، خد بالك. فلازم يكون في اكتر من واحدة. المهم ان دي انابيب المأخذ اهي، وبتودي للصمب، رو ووتر صمب، البيارة اهي. البيارة دي متصلة بالبامبس، بامبس، البامب دول مضخات هترفع تو ووتر تريتمنت بلانت، دبليو تي بي يعني ووتر تريتمنت بلانت، يعني هنرفع الميه ليه، الى محطه الايه، المعالجه. تمام كده معايا؟ تمام يا دكتور. معايا نادر؟ معايا محمد؟ مع حضرتك يا دكتور. تمام. طيب اوكي ماشي. فدلوقتي احنا عايزين نحسب او نصمم الوحدات دي. طبعا المأخذ نفسه ده ابعاد وبتاع، هقول لك مواصفاته وكده، لكن ما ايه، مش هيبقى ليه تصميم يعني، هقول لك عليه. طبعا احنا هنستعين ببعض الحاجات اللي هي الايه، الهاند رايتنج المكتوبه باليد من المحاضره او محاضرات الدكتور مدحت، عشان ما نبعدش بعيد. هو هنا بيقول لك الووتر تريتمنت بلانت، طبعا بنقول هي الكوليكشن اللي هي تجميع، وبعدين تريتمنت اللي هي ايه، معالجه، وبعدين ديستريبيوشن اللي هي ايه، توزيع، بجمع وبعدين اعالج وبعدين ايه، اوزع. تمام. احنا النهارده موضوعنا كوليكشن اللي هو التجميع. تمام. التجميع هو زي الايه، زي الرسومات اللي انا لسه في الميه اهي. لو بصينا للبلان، ده الداون ستريم بتاع القناه، وده الاب ستريم، ميه جايه من تحت لفوق كده، اوكي. فبتعمل انت المأخذ عبارة عن حوائط ساندة كده، وبتسمح للمية انها تخش في الانابيب. تمام. الانابيب دي بتبقى ايه، معدية ورايحة للصمب. الصمب ايه، الصمب زي ما انت شايف بتبقى مستطيلة، بتبقى ايه، مستطيلة. تمام معايا؟ تمام. المضخات اهو بيعمل انديكيشن ليها، عامله زي كده يعني، كان في انبوب داخل المضخه، وبعدين طالع منها ايه، انبوب الطرد. ده زي ما يكون انبوب السحب، وده زي ما يكون انبوب الطرد. يعني هنا مثلا عامل حوالي اربع مضخات، مثلا هنا مثلا عامل ثلاث انابيب مأخذ، ثلاث انابيب او مواسير بايب انتيك، اوكي. ودي اللي هي محطه الرفع الواطي، اللو ليفت بامب. الاسامي دي هتوحي لك ان هيبقى في ادم، في لو ليفت بامب، ففي محطه رفع تانية في نهايه المحطه هتعرفها، اسمها الهاي ليفت بامب، محطه الرفع العالي، اوكي. فهيبقى في حاجه اسمها محطه الرفع العالي بس في للميه النظيفه، والميه المتعالجه برضه هيبقى ليها بياره تانية، هتبقى بياره الميه النظيفه،
بعد ما اعالج حاجه احط في بياره وهضخ بمضخه برضه. عشان كده ده بقى انا بفسر لك ليه الاسامي دي جايه منين، يعني ليه بقول عليها الرو ووتر سامب، لان في سامب تانيه هتلاقيها في الاخر اسمها الكلير ووتر سامب. اوكي، دي هنا اسمها اللو ليفت بامب، محطات الرفع الواطي او المنخفض. هتلاقي في محطه تانيه في نهايه لما وانت ماشي شغال معانا كده واحنا بنشتغل، هتلاقي في نهايه المحطه هتلاقي فيها هاي ليفت بامب في الاخر، يعني خد بالك معايا. ايوه مع حضرتك. طيب ماشي، دايما حد ايه كذا حد يخش كده عشان ايه نتابع مع بعض. ماشي طيب يا شباب، بص هنا برضو السكشن اللي هو بتاع اعمال التجميع. طبعا اي مجرى مائي بيبقى في فاريشن في منسوب الميه في المجرى المائي، ففي بيبقى فيه لو ووتر ليفل وفي الهاي ووتر ايه ليفل وفي البيد ليفل وفي البيد ليفل، خد بالك، وفي البيرم ليفل. هنا دي البيرم مثلا، في رود ليفل او ده جراوند، ساعات يسموه جراوند ووتر ليفل، خد بالك الايه الرود ليفل بيبقى اعلى. ماشي معايا. دي الانابيب ايه، تمام. الانابيب بتتعمل بسلوب طبعا طولها قد ايه على حسب بقى ان المجرى المائي فين والمحطه جوه. هنا مثلا ممكن يكون طول الانابيب دي 100 متر 50 متر 200 متر 300 متر حسب بعد الايه البياره عن الايه عن المجرى المائي. البياره دي جوه حدود المحطه، جوه حدود المحطه. فطبعا محطات المياه غالبا بتتم على المجاري المائيه او المجرى المائي اللي هناخد منه الايه المياه. يبقى ده الانتيك وده البايب انتيك وده رو ووتر سامب، بنكتبها اختصارا ار دبليو اس رو ووتر سامب. اوكي، اللو ليفت بامب ستيشن او لو ليفت بامبس ال ال بي معايا، لو ليفت ايه بامب، هاي ووتر ليفل ده لو ووتر ايه ليفل، تمام معايا؟ تمام بيبقى فيه جيتس كده بوابات عشان حماية المدخل، بيبقى يقول لك ايوه يا دكتور حضرتك. نعم بيبقى فيه بوابات في بوابة هنا بتقفل المأخذ خالص، وفي بوابة لكل انبوب مثلا باترفلاي جيت، خد بالك ده كلها لحمايه. لو انت عايز في مثلا ميه ملوثه جدا وعايز توقف المحطه نتيجه تلوث مرتفع مثلا وليكن، فممكن بتقفل بالايه بالبوابات دي. هنا بنقول لك المأخذ ايه هو المأخذ، هو الجزء الانشائي المقام على جانب الترعه بعرض ايه بغرض يعني تجميع المياه، يعني بغرض تجميع المياه، وهو من عباره عن حائطين ساندين من الخرسانه العاديه. معلش اخ من حد من زمايلكم خطه سيء شويه طبعا الايه يعني عباره يعني عايز يقول لك المأخذ هو المنشأ اللي بيتحط على المجرى المائي نفسه، عباره عن حائطين ساندتين وفرشه من الخرسانه العاديه. هو ده كل ده عباره هو ده الايه المأخذ، وفي نهايته بتبقى فيها انابيب الايه المأخذ. بيقول لك المأخذ ده طبعا لازم تاخد بالك، المأخذ يعني يا ريت تاخده عند قطاع الترعه او القناه اللي هي الايه الواسع، وعند الايه يكون العمق كويس في المجرى المائي والقطاع يكون كويس. بيقول لك لازم المأخذ ده، طبعا المأخذ ده منشأ خطير يعني منشأ مهم، فلازم يتحمى كويس جدا، لان ببساطة لو حد عمل تلوث في مأخذ محطة المياه ممكن يؤدي الى مشاكل جامدة في يؤدي الى تسمم، يؤدي الى كارثة يعني. فمنشأ المياه ده منشأ استراتيجي كده زي المطارات وزي الحاجات الخطيرة يعني. محطات المياه دي من اخطر الايه الاماكن اللي تأثر على صحة الايه الانسان، خد بالك، فبتبقى عليها حماية شديدة. فبيقول لك ان انت لازم على الاقل حوالي 150 متر قبل الابستريم قبل المدخل المأخذ يكون ممنوع اي حد
اهالي او اي حد يعمل اي حاجه فيه، وفي حرم للمأخذ، يعني بيعمل حرم للمأخذ قبل المأخذ وبعد المأخذ. قبل المأخذ ب 150 متر، ويقول لك بعد المأخذ بحوالي 500 متر. بيقول لك لو الترعه ملاحيه، لو فيها ملاحه، فلازم تكون ايه، في ارشادات وفي حمايه للمأخذ، وفي بحيث ان الايه السفن تخلي بالها انها ما ترميش اي عوادم ولا اي حاجه من قبل ما اخذ المحطه بالمده دي، وهكذا. يعني لازم ايه، بيزود بحمايه جامده جدا. المأخذ برضه بيزود، قبل مواسير المأخذ بيبقى فيه سكرين مصافي، مصافي يعني المايه مش بتخش كده على طول على بيبقى فيه سكرين بتغطي مدخل المأخذ، على الأساس لو بالخطأ في حاجات طافية، في خشبة، في حيوانات نافقة، في وات ايفر، يبقى ايه ما تخشش إلى محطة الايه المايه. تمام كده؟ يعني عشان كده بتلاقي في زي ايه، زي مصافي اهي، بس معموله زي ما تكون مايله كده، خد بالك. هنا برضو زي ما تكون في مصافي باينه في البلان، لانها معموله بالايه، بالميل، اهو شايف الحته دي، يعني دي اللي هي الايه، المصافي، مصفى يعني زي شبك كده، شبك كده حديد، عشان يمنع الحاجات اللي الطافيه والحاجات الكلام ده انها تدخل المحطه. سكرين اللي هي ايه، سكرين. وفي انلت جيت زي ما معمول، وانتيك بايب، وهكذا. لو بصيت للرسمه دي هتلاقي فيها كل الايه، كل المكونات معايا تمام. شباب؟ ايوه يا دكتور، مع حضرتك يا دكتور. معايا؟ طيب اوكي. اللي هيحصل بقى ان انت هتسمح للميه انها هتعدي للبياره، واخد بالك؟ يبقى اذا خلاص احنا خلصنا اول حاجه اللي هو المأخذ، اللي هو شفت مواصفاته وشفت الايه الاشتراطات بتاعته. اوكي، هنا برضه في الرسمه بيقول لك هنا حرم المأخذ حوالي 150 متر قبل و500 متر ايه بعد، خد بالك من ال هكذا. يبقى ده المأخذ ببساطة. طب مواسير المأخذ اللي هو البايب انتيك، طب استخدم بقى ماسورة ولا اتنين ولا خمسة ولا عشرة ولا ايه، هصممهم ازاي بقى؟ التصميم المواسير المأخذ اللي هي البايب انتيك، بايب انتيك او بايبس، يعني هي هتبقى كذا انبوب. طبعا قلنا مش هينفع يبقى انبوب واحد، لازم هيبقوا اكتر من واحد. طبعا الغرض منه اكيد هو نقل الميه من المصدر المائي لبياره التجميع، واضح من الشكل ان هو انا عامله هنا ليه؟ عامله عشان يشيل الميه من المجرى المائي يملى بيها الايه؟ البياره، بيوصل المجرى المائي ببياره الايه؟ التجميع، وده اللوجيك يعني، خد بالك؟ المواسير بتبقى يا اما بتكون داكتايل ايرون يعني ظهر مرن، او بتكون خرسانه مسلحه، يعني انسب انواع من الايه؟ من انابيب اللي بتستخدم في المأخذ. طبعا الظهر المرن ده من افضل الايه الانواع واكثر استخداما دلوقتي، ولكنه اغلى شويه. خرسانه مسلحه برضو ممكن انها ايه تستخدم، ولكنها طبعا ايه بتبقى ليها اقطار معينه، اخد بالك. وفي انواع من الخرسانه المسلحه برضو بتكون لها طبطين خاص من الداخل عشان يقلل الاحتكاك. الظهر المرن برضو بيبقى ايه، بيقلل الاحتكاك الداخلي، بيبقى احتكاكه اقل من الخرسانة. اوكي، طيب باجي بقى اصمم ازاي، اعرف انا عايز اخد كم انبوب للمأخذ. بيقول لك عادي بقى زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان الكيو افريج هي الكيو سمول، اللي هي معدل استهلاك الفرد من المياه في البيبيوليشن، اللي هو التعداد. هنا هتلاقي ان التعداد زي ما قلنا المره اللي فاتت، الشباب اللي كانوا معانا اللي هنا بقى، مواسير المأخذ من الحاجات اللي هي صعب ان انت تضيف ليها كل 10 سنين ولا كل 20 سنه، فيفضل ان انت هتعمل على التعداد بتاع 50 او 60 سنه، يعني على المده كامله، خد بالك. فهتعمل المواسير وممكن ما تشغلهمش كلهم في الاول، يعني ممكن تسيب يعني تنفذها، وممكن تسيب انبوب او اتنين لو هم اربعه مثلا وعايز بس ثلاثه في الوقت الحالي، يبقى تفتح ثلاثه وتقفل واحده. طب هقفل واحده على طول؟ لا، بيحصل ازاي؟ ان هو بيقفلهم بالتناوب،
يعني يوم السبت يقفل الانبوب نمره واحد، يوم الاحد يقفل الانبوب نمره اتنين، يبقى مش ايه مش بيقفل واحده على طول، والا لما يجي يحتاجها بعد 40 سنه ولا 50 سنه هيلاقيها ايه متدمره. تمام معايا؟ يعني بالتناوب هيعمل سي دي هتشتغل يومين وهتتقفل والثانيه بعدها وهكذا. فاهمين معايا ولا ايه؟ مع حضرتك يا دكتور. تمام يا دكتور. ماشي؟ فانت هتحسب عدد الانابيب على التعداد اللي هو السي المستقبلي اللي هو بعد 50 او 60 سنه. طيب يبقى انت هتجيب الكيو افريج الاول، وبعد كده بيقول لك ممكن تفرض الكيو ماكسيمم 1.5 من الكيو افريج. اوكي؟ يعني كانك افترضت البيك فاكتور 1.5 معامل الذروه يعني. تمام؟ يبقى تقول الماكسيمم مره ونص الافريج. وفي فرض تاني للمينيمم ممكن تفرضه 0.7 من الافريج، 70% من الايه؟ من الافريج. طبعا الارقام اللي بقولها لك دي مش قوانين، يعني هي بس ايه؟ جايد لاينز، يعني هي يعني هي ارشادات. ولو عندك معلومات مغايره لكده من البلديه او من المدينه او من الاستخدام، طبعا هتستخدم البيانات الاكشوال. خلاص؟ يعني لو انت عارف مثلا ان في مدينه الفلانيه ان الماكسيمم 1.4 من الافريج مثلا، ده مقاس مثلا، يبقى خلاص يبقى البيك فاكتور عندك 1.4. اوكي؟ وهكذا. فالارقام اللي هقولها لك ان انت هتفرضها او كده، دي عشان لو مفيش انفورميشن افيلابل يعني فممكن تفرضها، يعني ده اسامبشن لوجيك ومقبول. اوكي؟ معايا؟ تمام يا دكتور. ايوه تمام يا دكتور مع حضرتك. فده الكيو ايه؟ الكيو ماكسيمم. قلنا لو افترضنا ان هي 1.5 من الكيو افريج، طبعا احنا ما هنصمم، مش بنصمم بحاجات معقده، احنا بنصمم بحاجات بريليمينري خالص يعني ابتدائيه، وده ما بيش بي بي يعني بيبقى اسمه تصميم مبدئي. تصميم مبدئي. بعد كده طبعا في برامج تصميم تفصيليه، وفي حاجات ممكن موديل تستعمل المحطه مودلز بالكمبيوتر وتعمل ران عليها وتتاكد من، يعني في حاجات كتيره جدا، لكن ده اللي احنا هنقول عليه ده عباره عن تصميم مبدئي، وبيبقى قريب قوي من الايه من اللي بيتنفذ، وبيدي نتائج مقبوله وزي الفل ما فيهوش مشكله. خلاص؟ هنصمم ازاي؟ اما بنيجي نصمم انابيب من اشهر الحاجات معادله، انت خدت معادلات بسيطه جدا في الهيدروليكس اللي هي معادله الكونتينيوتي ايكويشن، اللي هي معادله ان الكيو بتساوي في في اريا، صح كده؟ الكيو اللي هو الفلوريت بيساوي السرعه في المساحه، صح ولا ايه معايا؟ تمام. دي معادله بسيطه جدا. لو عندك الكيو وهتفرض الفي، تقدر تجيب الاريا اللي هي مساحه الايه المقطع. تمام كده؟ تمام. يبقى دي معادله سيمبل خالص. فالاريا اوف ذا بايبس هي عباره عن كيو على الفي. بيقول لك ممكن تفرض الفي ماكس، انت هتصمم على حاله الماكس، فالماكس الماكسيمم اهو، فبيقول لك ممكن تفرض الفي ماكس 1.2 متر بير سكند. طبعا عشان تهرب من حكايه اليونتس والقصص دي، عشان ما تتلخبطش والقصه دي، تشتغل دايما بالوحدات الدوليه، تشتغل كل حاجه بالوحدات الايه؟ الدوليه. معايا ولا ايه؟ ايوه دكتور مع حضرتك. ماشي. يبقى الفلو ريت يبقى متر كيوب بير سكند، خلاص وتنتهي منه. اي وحده تجيلك تحطها بالوحده الدوليه اللي هي متر كيوب بير ايه؟ بير سكند. تمام؟ الاريا اوف ذا بايب اللي هي كروس سكشنال اريا اللي هي مساحه المقطع هتبقى بالمتر سكوير، كله بالوحده الدوليه. ماشي معايا؟ تمام مع حضرتك. خلاص. يبقى انت هتقول الاريا اوف ذا بايبس بتساوي الكيو على الفي ماكس، يبقى هتفرض الفي ماكس وعندك الكيو تجيب الاريا اوف ذا بايبس. طب انا عايز اعرف ان هم كام انبوب؟ كام انبوب؟ فوالله هو بيقول لك انابيب الانتيك بتبقى في الرينج من نص المتر، يعني ممكن تكون نص 60 سم 70 سم 75، غالبا الاقطار من 50 سم ل 100 سم بتمشي في الرينج 10 10 10 سم 10 سم، يعني مش هتلاقي ماسوره 55، مش هتلاقي ماسوره 65. ماشي معايا؟ ايوه.
لكن ممكن تلاقي 75 الوحيدة 75 اللي ممكن تلاقيها عشان دي متر إلا ربع ماشي؟ تمام. لكن هتلاقي 80 ممكن تلاقي 90 تلاقي 100 100 سنتي أو 1000 ملي يعني ماشي؟ تمام. فأنت هتختار هتفرض القطر طبعا لو أنت فرضت مثلا أنبوب سي نص متر أوكي؟ فمساحة الأنبوب النص متر باي دي سكوير على 4 طب ومساحة الأنابيب كلها كذا تقسم اللي إيه الأريا ساعات يبقى مساحة الواحدة الأنبوب الواحدة نسميها إيه سمول ومساحة الأنابيب كلها نسميها إيه كابتل تمام معايا؟ تمام ماشي؟ عاملة زي عارف زي في الخرسانة كده أما بتجيب الأريا ستيل وبعدين عايز توزعها كام بارز أيوة فبجيب مساحة الـ البار الواحد أيوة بالظبط بتشوف السيخ اللي هو 16 ولا السيخ اللي هو 20 ملي وتبقى مساحته كام وبتقدر تجيب عدد اللي ايه العدد اوكي فاحنا برضو نفس الكلام بنجيب الاريا كابيتال اللي هي الاريا دي مش انبوب واحد دول كذا انبوب لانه مرفوض ان يبقى انبوب واحد تمام احنا قلنا مش هينفع يبقى انبوب واحد الا تسد او اتكسر او حصل له مشكله يبقى المحطه كلها تقف خلاص فبالتالي انت عايز عدد من الانابيب واقطار من الانابيب اوكي طبعا العدد لازم هيكون عدد صحيح طبعا اكيد خد بالك والقطر كمان هيبقى قطر معقول يعني زي ما قلت لك اقرب ل 10 سنتي او 100 ملي يعني يا اما 500 يا 600 يا 700 يا 750 وهكذا تمام معايا اقرب للاكبر يا دكتور بص هو ال 1.2 دي يعني ممكن تزيد عليها شويه يعني انت لو ايه لو يعني اقرب للاقرب يعني خد بالك يعني انت مش بتوزن ذهب يعني خد بالك يعني ليه لان انت هتلاقي في تشيك معين لو انت كبرت الانابيب قوي هتسقط في التشيك اللي جاي اللي هو بتاع المينيمم خد بالك أيوة. يعني ما تكبرش الانابيب قوي خد بالك عن المطلوب وصلت لان انت يا خد بالك يعني ما تكبرش الانابيب قوي عن المطلوب انت بعد ما تفرض العدد والقطر الصح هتجيب الفي اكشوال اللي هو كيو على اريا اكشوال كيو على اريا اكشوال هتجيب بقى الفي مش اللي انت فرضتها الفي اكشوال تحاول تخلي الفي اكشوال قريبه من 1.2 يعني لو نزلت تنزل ل 1.1 بال عايز زادت شويه ل 1.3 تمشي الحال خد بالك تمام يا دكتور معايا عشان بس ايه ما يبص معاك التشيك اللي جاي لان انت هتلاقي هو بيقول لك جهات الفي اكشوال هو كيو ماكسيمم على اريا سمول بتاع الانبوب في العدد الاكشوال العدد هيبقى صحيح تمام والاريا على حسب القطر اللي انت اخترته صح اخترت 600 ملي اخترت 700 ملي وتبقى طبعا الشغل كله بالوحدات الدوليه معايا تمام الشغل كله بالايه بالوحدات الدوليه عشان ما تحتس يعني لتر على الثانيه لا تقلب اللتر الى متر مكعب على الساعه تصرف يقول لك 5000 متر مكعب في الساعه يبقى تحوله الى ايه الى ثانيه يبقى جميع الوحدات عشان تخلص تريح دماغك تعملها وحده دوليه معايا تمام طيب بيقول لك اما انت جبت كده فتجيب الفي اكشوال الفي ايه اكشوال مش الفي اسيومد اللي انت يبقى انت بتفرض 1.2 عشان الاكشوال تبقى اراوند ال 1.2 تزيد شويه صغيرين تقل شويه صغيرين بس يبقى عدد الانابيب صحيح والقطر يكون معقول يعني القطر يكون لاقرب 100 ملي والاقطار من 500 ملي ل 1000 ملي تمام معايا شباب مع حضرتك يا دكتور تمام طيب بعد كده بتشيك بتعمل تشيك على المينيمم بتقول الكيو مينيمم هي 7/10 من الافريج وبيقول لك يعني المفروض ان المينيمم ما يقلش عن 0.5 هو عشان كده انا بقول لك خلي بالك ما تقللش الفي ماكس قوي عشان تنجح التشيك ده خلي بالك لان الفاكتور الثاني كان 1.5 وده الفاكتور ده 0.7 صح تمام ف
فمتوقع ان الفي مينيمم هتبقى اقل من نص الفي ماكس، اقل من نصها او اقل من نص الفي اكشوال، خد بالك يعني اقل من نص الايه. ليه؟ لان الواحد ونص والبوينت 7، انت الواحد ونص قد البوينت 7 مرتين وشويه. تمام صح ولا ايه؟ ايوه تمام. فعشان كده مش عايز الفي اكشوال تكون اقل من 1 متر على الثانيه، لازم تكون اكتر من ايه؟ لازم الواحد. تكون اكتر من 1 متر على الثانيه. اوكي تمام، عشان الفي مينيمم تنجح معايا. تمام، يعني في التشيك بتاع الكيو مينيمم والفي مينيمم الاثنين لازم يتحققوا. ايوه لازم يتحققوا. يعني انت بتعمل بريليمينري دايمنشن، يعني انا عايزك تقول لي عدد الانابيب المأخذ، عدد صحيح، القطر تلاقيه في السوق الفاي بتاعه صح، مش هتجيب لي ماسوره 55 مللي 55 سنتي او 57 سنتي، مش هيعملوا لك ماسوره على مزاجك صح. تمام، فبالتالي القطر يكون لوجيك، الاقرب 100 مللي، العدد يكون صحيح، السرعه تكون معقوله، فسواء في الماكسيمم او سواء في المينيمم. بيقول لك في الماكسيمم تكون اراوند ال 1.2، يعني ممكن تقل شويه او تزيد شويه حسب بقى ما بتظبط الايه. بس انا بقول لك لو قلت ما تقلش عن 1، يعني ما تنزلش عن 1 ابدا، تزود. لو لو ما فيش يبقى ما، لو اضطريت تزود على 1.2 تزود 1.25 1.3 عشان تظبط، ما فيش مشكله. دي اللي هي الاكشوال مش المينيمم صح يا دكتور؟ الاكشوال بالظبط، الاكشوال. تمام، المينيمم طبعا هتنزل لاقل من نصها. تمام خلاص، عشان المينيمم تنجح. ماشي اوكي معايا يا شباب؟ واضح كده ولا ايه؟ واضح يا دكتور، واضح يا دكتور. تمام ايوه تمام يا دكتور. ايه بيقول لحضرتك؟ تمام تمام. طيب تمام. طيب يا شباب، يبقى هو التصميم تصميم بريليمينري. احنا عندنا انت خدت ايه معادله؟ ما فيش، هي كيو بتساوي في في اريا صح كده. يبقى الاريا بتساوي، الاريا بتساوي كيو على ايه؟ على في. على في بس، يعني ده اللي ده المعادله اللي احنا استخدمناها. في معادله عشان تجيب الهيد لوس، طبعا معادله داركسي لو انت فاكر في الهيدروليكس، اللي هي المعادله بتاعت ايه؟ اف في ال على دي في في سكوير على 2 جي، ده الفريكشن لوس اللي هو لو انت فاكر حاجه في الهيدروليكس. فاكرين هيدروليكس ولا لا؟ في معادله هيد لوس بتاعت داركسي، خد بالك، معادله بسيطه بتقول لك ايه؟ اف في ال على دي تضربها في سكوير على 2 جي تجيب الهيد لوس. امال ايه الواحد ونص ده؟ لو فاكر الواحد ونص ده في المدخل الماينور لوسز، الماينور لوسز. خدت هيدروليكس ولا لا؟ خدنا 1 و2 يا دكتور. خدته؟ اه بس كنا بنشتغل بمانينج وقليل قوي بتشيزي يعني، انما دارسي كان تعريف كده بس. هو بسيط دارسي ما فيهوش حاجه، وهنا هنا احنا بناخد حاجات امبيريكال سهله جدا يعني، مش ايه؟ يعني المعادلة اللي أنا بقولها لك دي لوسز بداركسي. طبعا داركسي ده كان ليه تشارت كده وعشان تجيب الإف فيلم كده وقصة دي، بس احنا مش هنخش في كده، أنا هنفرده على طول، خد بالك، فهتبقى الدنيا سهلة يعني إن شاء الله، خد بالك. برضه لو أنت فاكر في اللوسز، في فريكشن لوسز وفي ماينور لوسز، في اللي هي الفواقد الاحتكاك والفواقد الصغيرة صح ولا إيه؟ فاكر دي؟ مال ايه؟ بتقول ايه؟ معايا؟ ايوه دكتور مع حضرتك. طيب اوكي مع حضرتك يا دكتور. فالواحد ونص دي اللي هي الفواقد الصغيره اللي هي المدخل والمخرج. المهم يعني يبقى اذا المعادله دي لو انت طبقت فيها هتجيب الهيد لوس اللي هي الفواقد. طبعا هتطلع بالسنتيمتر، يعني هتطلع حاجات بسيطه مش كتير. الاف الكوفيشن اوف فريكشن بيقول لك ممكن تفرده 13 من 1000 على اساس ان ده للظهر المرن يعني. ال ال طول انابيب المآخذ، الدي اللي هي الايه؟ الديامتر بتاع الانبوب او الفاي بتاع انبوب المأخذ، الفاي او الديامتر بتاع انبوب المأخذ. اوكي، الفي اللي هي الفي اكشوال،
والجي اللي هي عجله الجاذبيه الارضيه اللي هي 9.81 في سكوير على 2 جي. طبعا كل القصه دي هتعوض عليها برضو بالوحده الدوليه، خلاص الطول بالمتر، القطر بالمتر، وده 1.5، ودي السرعه بالمتر على الثانيه، وده الجي 9.81. تمام كده دكتور بعد اذنك، بس هو ايوه. بالنسبه مثلا زي الكوفيشنت اوف فريكشن، بالنسبه للارقام مثلا في الدرس ده تحديدا، يعني هي الارقام دي مثلا ثابته مش هنغيروها مثلا عشان لو الامتحان ام سي كيو فحضرتك هيحصل، عارف اللي هيحصل اكيد في لخبطه وكده واحنا قاعدين بنحله. تمام. هو طبعا انت هتفرض الارقام زي اللي في المحاضره، لو عايز حاجه انا مختلفه هكتب لك الاف بين قوسين، هقول لك مثلا 14 من 1000 او 15 من 1000، يعني انت ايه يعني تكون عارف بس الارقام اللي اتقالت. يعني عشان في حالة لو هي مش جيفن ما عندي. لو هي مش جيفن، لكن لو هي، هو طبعا انت عندك حق في الام سي كيو المفروض تبقى جيفن عشان نقطع الشك باليقين يعني، خد بالك. ايوه يعني مثلا هقول لك مأخذ مثلا بيتكون من 3 مواسير قطر 600 مللي، وطول تمام أنابيب المأخذ مثلا 200 متر، ومعامل تمام الاحتكاك مثلا مثلا ب 15 من 1000 مثلا، والكيو تمام ماكسيموم ايوه مثلا ب 1 متر مكعب على الثانية. ماشي حلو كده. خلاص كل الداتا عندي موجودة، فأنا هجيب ايوه السرعة مش بدلالة هتهرب الكيو بقى، مش هتروح وأقعد بعيد. كتير. طبعا من الكيو هتجيب الفي اكشوال، خلي بالك هما مثلا 3 مواسير والماسوره مثلا 600 مللي، يبقى تقدر تجيب الفي اكشوال دي هتجيبها زي الفل ما فيهاش مشكله. ممكن اول سؤال تحتيها اقول لك الفي اكشوال بكام، وادي لك ارقام لازم تطلع رقم صح، وبعدين هقول لك الهيد لوس بكام، خد بالك. طبعا لازم هتضيف الواحد ونص ده، لان ده اللي ايه اللي فقد المدخل والمخرج، خد بالك. طب هو بالنسبة سؤال تاني يا دكتور، وبالنسبة مثلا الأقطار اللي موجودة دي، هل دي بالنسبة للخرسانة والستيل ولا للخرسانة بس؟ بص يا سيدي، الهيدروليكس بيتكلم عن القطر الانترنال، اي حاجه هيدروليكس بنتكلم على الانبوب، الميه اللي جوه الانبوب، اخد بالك. فما بقول لك القطر 600 يعني قصدي تمام القطر الداخلي، خد بالك، تمام بتوع الميه وبتوع الهيدروليكس وبتوع البتاع مالهمش دعوه بسمك الجدار وقصه وهي سمكها معرفش ايه. انت الانبوب الخرسانه ده جواه انبوب ميه صح؟ انا بقول لك هات قطر انبوب الميه اللي جوه الانبوب، اوكي. فالاقطار دي اقطار داخليه، بتوع الهيدروليكس كلهم بيتكلموا على اقطار داخليه. داخلي. يعني ايه في الحقيقة بقى يبقى قطرين، قطر انر وقطر اوتر. طبعا لما تروح تشتري انبوب هتلاقي الايه، هتلاقي الداتا شيت بتاعه هيقول لك الانترنال دايمتر كذا، الثيكنس الوول ثيكنس كذا، اللي هو سمك الجدار، الكلام ده كله. طبعا طبعا في حاجات زي كده، خد بالك. في بعض ال ايوه يا دكتور اه في بعض صحيح. المواسير المشهوره في السوق بتلاقي يقول لك 100، يعني بتبقى مشهوره بس كقطر خارجي، خد بالك، يعني بتتباع كقطر خارجي وانت بتخصم قطر الجدار، خد بالك. احنا هنا طبعا في الكليه مش بندخلك في المتاهات دي، اما بقول لك قطر كذا يبقى هو ده اللي هتستخدمه يعني، خد بالك، مش هدخلك في فهمت ايه. حضرتك. يعني انا طبعا في بس انا بفهمك اللي انت كراجل مهندس، انما انا ايه ان هو ايه قطر وقطر ليه، لكن طبعا بقول لك انبوب قطر وكذا، قصدي القطر اللي هتستخدمه يعني القطر الداخلي، خد شكرا بالك. دكتور، شكرا دكتور. ماشي يا شباب. فزي ما بقول لك كده هتجيب الهيد لوس، اوكي، هتجيبه بقى بالمتر، وبعدين هتجيبه في حاله الماكس لك، وبالتالي كده تقدر تجيب يعني هنا هيد لوس، هنا الهاي ووتر ليفل، هنا الهاي ووتر ليفل عرفته، وهنا اللو ممكن تخصم نفس الايه، نفس الفرق يعني، ما فيش مشكله. ماشي. طيب البياره بقى، يبقى الانبوب الانابيب دلوقتي كده احنا عرفناها وعرفنا الفواقد اللي جايه منها، لان الفواقد دي بعد كده هحتاجها هحتاجها في ايه. وانا ليه حسبت الفواقد عشان برضو تبقى فاهم الفواقد، عشان وانا بصمم المضخه، المضخه بترفع من منسوب الميه ده لمنسوب الميه في التانك ده،
فبالتالي ده الضاغط المطلوب من المضخة. فأنا لما أجي أصمم المضخة هبقى محتاج المناسيب المية جوه البياضة، ماشي؟ تمام معايا؟ تمام يا دكتور. طيب دلوقتي أنا فاضل لي بس إيه، أعرف أبعاد البيارة. البيارة دي إحنا قلنا مستطيلة، ليها طول وعرض وعمق، ليها طول وعرض وإيه وعمق، معايا؟ عايزين بس نعرف هاخد أبعادها إزاي. طبعا في حاجة أنا ما قلتلكش هينفع تفرضها، في حاجة اللي هي طول البايب انتيك، ما قدرتش أقول لك تفرضه كام لأنه بيختلف من محطة لمحطة. ممكن محطة تكون قريبة من المجرى المائي فيبقى الأنابيب 50 أو 70 متر أو 100 متر، وممكن تكون محطة بعيدة عن المجرى المائي شوية 500 متر وليكن، ماشي؟ فدي مش هينفع إن أنا، فلا دي لازم لو هي داخلة في أي حسابات فلازم أقول لك طول الأنابيب كذا، تمام معايا؟ مع حضرتك يا دكتور. ماشي. طيب بص يا سيدي، البياره بقى ايه على ايه وظيفتها الاول؟ كان بيقول لك هجمع الميه فيها وبعدين هوزعها على المضخات، وبعدين بيقول لك ساعات بنحط جرعه كلور اوليه في قبل المعالجه، فهيبقى مكانها هتلاقي وانت بتاخد المعالجه كده وتاخد اضافه الكلور وبتاع، يقول لك في حاجه اسمها بري كلورينيشن، في بعض الاحيان بحتاج ان انا احط كلور قبل المعالجه، فالمكان اللي انا هحط فيه اكيد هو البياره اللي هي قبل الايه المعالجه، فبتستخدم في بعض الحاجات دي. بتستخدم طبعا عشان يكون في ميه، عشان البامبس دايما يبقى فيها عليها ميه والا تسحب هواء وبالتالي ما تشتغلش. وقد تستخدم في ان احنا نقيس التصرف الداخل للمحطه، يعني نعرف عن طريق البياره بقياسات معينه ان احنا نقيس التصرف الداخل للمحطه. كل دي استخدامات الايه، احد فوائد الايه البياره، ماشي معايا؟ بص يا سيدي، البياره زي ما انت شايف مستطيله، حلو معايا يا شباب؟ البياره مستطيله ايه في البلان، صح؟ تمام يا دكتور. تمام معاك يا دكتور. بياره مستطيله طولها ال، حلو، وعرضها بي سمول، تمام، وعمقها دي، معايا شباب؟ معاك يا دكتور. تمام. بالنسبة للعرض بيقول لك العرض ده هناخده من 3 ل 4 متر، فده هنفرده، ده ملوش تصميم فهنفرده، فالعرض أمره منتهي، حلو الكلام؟ حلو يا شباب، العرض البيارة من 3 ل 4 ايه متر، تمام متر. خلاص. طيب نيجي بقى للطول، طول البيار، الطول ده اللي بيتوزع فيه انابيب المأخذ، انابيب المأخذ من الشمال وبيتوزع فيه المضخات من الايه، من اليمين، تمام معايا؟ ايوه دكتور. يبقى في ال ليفت وفي ال رايت، حلو الكلام. خليكم معايا بقى عشان ايه، تركز عشان تعرف بس. ماشي. يبقى ال ليفت وال رايت، حلو. لو هنا مثلا انا عندي اربع انابيب، كل انبوب قطره فاي، بعد ما صممته انت لسه مصمم الايه الانابيب المأخذ، فسي واحد مطلع اربع انابيب 600 مللي، ثلاث انابيب كذا، يبقى كل واحد الدايمتر بتاعه ايه فاي. بيقول لك ريكومندد يعني ان انت تسيب ما بين كل انبوب وانبوب غير الفاي بتاعته تسيب كمان 3 فاي، تمام، يعني تبعد كل انبوب عن التاني ب 3 ايه، ب 3 فاي. خلاص. يبقى انت لو عندك ان انابيب يبقى ان في فاي، حلو، ان في ايه، في فاي، ودول المسافات دول كم مسافة بقى يا شباب؟ لو دول أربع أنابيب يبقى المسافات دول كم مسافة؟ هو عدد عدد المواسير زائد واحد. زائد واحد. بالظبط. يبقى لو دول أربعة يبقى خمس أنابيب في 3 فاي. هتبقى دي الأخت دي اسمها ال إيه؟ ليفت، ال إيه؟
اللي ليفت. ايوه الطول اللي في الشمال. صح كده معايا؟ تمام. تمام. هتيجي في اليمين، في اليمين هتشوف كل مضخه انت سي اخترت، هتعرف قدام شويه انا طلعوا عندي اربع مضخات خمس مضخات، مش شرط طبعا عدد المضخات يبقى قد عدد الانابيب، دي ما لهمش علاقه حسب قدره المضخه والقصه دي، بس هنا في الرسمه دي كانت عدد المضخات اربعه كمان، وهتحط ستاند باي وما ستاندش باي والقصص دي. المهم يعني لو انت وصلت الان من البامبس، من ان من الايه؟ من المضخات، بيقول لك ما بين محور الترومبه، المحور الترومبه بيبقى السبيسنج اس بتبقى في حدود من 2 ل 3 متر. من 2 لايه؟ ل 3 متر. حسب نوع المضخه و و و و سي يعني بيقول لك الرينج بتاعها. طبعا الارقام فيها رنجات اخد بالك، فلو هي في ام سي كيو السؤال الشهير، فلو انا كده هضطر ان انا احدد لك. هقول لك علما بان المسافه بين محور المضخات مثلا سي 2.5 متر مثلا. يبقى عشان تعرف تجيب الايه؟ ال ال رايت، اوكي؟ يبقى اذا هتاخد عدد المضخات زائد واحد، صح؟ مضروب في الايه؟ تمام، زي الانابيب برضه. ايوه بس خلي بالك الانابيب هتدخل الانابيب. هنا المسافه اس دي شامله ابعاد المضخه. معايا؟ تمام. هنا مدخلين الانابيب لوحدها والثلاثه دول صافيين. الثلاثه فاي دول ايه؟ الثلاثه فاي دي المسافه بين الطرف الماسوره من بره لطرف الماسوره من بره، انما ايوه بالظبط كده. ملهاش دعوه بالفاي، ترومبا لسنتر الترومبا. خلاص ده المسافه الصافيه. انما اس من سنتر الترومبا لسنتر الترومبا. برافو عليك، داخل فيها الترومبا نفسها بانبوبتها بكله. ما انت خد بالك ان الاس كبيره شويه فوق ال 2 متر 3 متر. ماشي؟ تمام ماشي. ماشي؟ يعني بمعنى هنا ان دول مثلا دول 15 فاي و4 فاي كمان يعني 19 فاي الناحية دي. هنا دول بس ايه؟ 5 اس. 5 ايه؟ اس. بتزيد واحد. خلاص كده؟ ماشي. تاخد الكبيرة اللي في اليمين واللي في الشمال. خلاص؟ يعني طبعا مش هتعملها هي متوازي مستطيلات، مش هتعملها من هنا طول ومن هنا طول، صح؟ ايوه هاخد الكبيره تبقى مستطيله، بس يبقى مستطيله على الكبيره. ماشي حلو كده؟ تمام حلو الكلام؟ ماشي معايا. ماشي بص يا سيدي، يبقى ده احنا خلصنا دكتور. ايوه دكتور، هو بالنسبه لعدد المضخات يعني احنا مثلا فرضنا عدد مبدئي مثلا في الاول كده؟ لا هقول لك المضخات بقى، المضخات هتجيب الهورس باور قدام شويه، يعني خلي بالك المضخات دي اسمها الايه؟ اللو ليفت بامب، هنصممها بس انا لسه في اللي قبلها. انا لسه في اللي قبلها. اما اروح لها اصممها، هصممها ازاي؟ هجيب الهورس باور المطلوبه، يعني مثلا عايز 200 حصان 300 حصان، عايز 200 حصان واللي في السوق المضخه 50 حصان. يبقى انا عايز كم مضخه؟ اربعه. اخد بالك؟ هقول انا الاجمالي الباور اللي انا عايزها 200 حصان، وانا هشتري هشتري ب 50 يبقى 4. بس خلي بالك دول 4 شغالين، هيقول لك لازم تلت العدد ستاند باي. تلت الاربعه كام؟ يبقى واحد وتلت. يبقى ما ينفعش واحد وتلت، هيبقوا 2 ستاند باي، يبقى لازم اشتري 6. صح الكلام؟ بس كده يبقى عدد المضخات هيبقى 6 هنا، وما بين كل واحده وواحده اس، ما بين إس. كل بامب وبامب اس. ايوه سنتر لاين لسنتر لاين. تمام. داخل فيها ابعاد المضخه. تمام ايوه. وانت بتشتري المضخه هيقول لك والله خلي السنتر لاين بتاع المضخه دي مع اللي بعدها المفروض في حدود كذا. اللي هو الراجل المصنع المضخه هيدي لك ريكومنديشن كده ان انت ما تقربهمش من بعض الا على ابعاد كذا. ايوه فهمت حضرتك. حلو الكلام؟ فهمت كده معايا؟ تمام. يعني هو لما بيديني الريكومنديشن دي فانا على اساسها بقى بشوف بقى الاس الرينج اللي انا اقدر احطه فيه. بالظبط كده بالظبط كده. طبعا هتقول لي على الام سي كيو، طبعا انا مش هسيبك تايه، هقول لك ايه؟ هقول لك ابعاد بين المضخات كذا يعني، خد بالك؟ تمام ايوه فهمت حضرتك. مفيش مشكله، ما تشغلش دماغك بدي. تمام. طيب نرجع تاني للعمق، احنا لسه ما خلصناش الدبث. العمق ماشي؟
العمق بيقول لك وش البياره من فوق ترتفع نص متر عن الجراوند ليفل، وده لوجيك عشان العربيات ما تدوس عليها وتكسرها وتلاقي القصه دي، فدايما هتلاقي البياره مرتفعه عن سطح الارض بنص متر. حلو الكلام؟ تمام ماشي معايا. فده اسمه ليفل 1. ليفل 1 هو جراوند ليفل زائد نص زائد ايه؟ زائد نص. خلاص زي الفل. طيب تيجي بقى الاخ اللي هو ليفل 2 اللي هو نهايه الانابيب، في الليفل ده مسمينه ليفل 2. هجيبه من المنسوب البيض ناقص الميل في طول المواسير. برافو عليك برافو عليك، زي ما هو زميلك بيقول. هتشوف المنسوب ده وهقول لك طول الانابيب مثلا سي 200 متر مثلا. السلوب، السلوب بيبقى من نص لواحد في المية، نص في المية، تلات اربع في المية، واحد في المية، وليكن افرض نص في المية و200 متر يعني فيها متر، جايبه نص في المية في 200 متر يعني فيها متر، يعني ده لو منسوب اربعة يبقى ده هيبقى منسوب تلاتة. حلو الكلام؟ تمام ماشي ماشي. يبقى هتجيب المنسوب ده اوطى من المنسوب ده بشويه. البامب بتتحط المحور بتاعها حوالي متر من او من ال2، يبقى ال2 تنزل تحته متر، هيبقى هو ده منسوب ايه السكشن بايب بتاع البامب. طبعا احنا بنتكلم على الاكس، ها على السنتر لاين. ماشي. طب هي ماشي. ليه مثلا ما تتحطش فوق شويه البامب؟ لا ما هي كده عشان تضمن البامب ما تسحبش هواء برضو او يحصل اي حاجه. فهو هنا بنقول لك الايه السبيسيفيكيشنز اللي هي اما تستخدم الكودز ومن الاكسبيرينس ومن الكلام ده كله، واخد بالك؟ ما فيش كلام اللي انا بقوله ده يعني ممكن يختلف، ممكن يختلف في حاجات بسيطه يعني في محطه عن الثانيه، انما احنا بنقول لك الايه. انا قصدي مثلا ان هي عشان تبقى بترفع فرق ضغط قليل مش كبير. لا خلي بالك انت راجل بتاع هيدروليكس دلوقتي، انت خدت هيدروليكس ثانيه وثالثه صح؟ طيب حلو صح صح معايا. الانبوبه دي ملهاش دعوه بالهيد بتاع البامب، الهيد بتاع البامب من الميه للميه، من منسوب الميه لمنسوب. ماشي تمام. الهيد بتاع البامب ملهاش دعوه بان انت حاطط البامب تحت ولا البامب في مدخلها، لا ده انت حاططها تحت عشان يبقى فيها ضغط عشان ما تسحبش هواء. ماشي تمام. لما الهيد البامب دي اللي هي الاتش الحمراء دي اللي هي من اوطى منسوب للميه لاعلى ايه لاعلى منسوب في التانك الاولاني. ماشي 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 يا شباب. تمام. يبقى ده منسوبه اقل متر، وبيقول لك سيب كمان نص متر عشان تجيب قاع البياره عشان لو في ايه حاجه ترسبت او في حاجه نزلت فالبامب دي ما تسحبهاش، يبقى في نص متر كمان تحت الاكس بتاع انبوب الايه المضخه. تمام كده. يبقى انت متر ونص من ال ايه البامب. ايه الضرر لما البامب تسحب هواء؟ لا البامب تسحب هواء حتى هيحصل كافيتيشن، انت اخدت الكافيتيشن اللي هو التكهف. طبعا البامب اللي هي لو حصل تكهف او حصل انها هتقف هتعطل، انت كيف يعني هتعطل المضخه. اما البامب لازم تلاقيش اما البامب ما تلاقيش ميه، خد بالك، ودي هيأثر على سلامه وعمر المضخه. تمام ماشي. فالمهم يعني ان احنا كده وصلنا ان هتاخد المنسوب ده الميل الطول في الميل هتنزل شويه، تنزل لك كمان متر وتنزل لك كمان نص ايه متر. حلو الكلام ماشي. وفوق عرض المضخ عرض الصم. ايوه يبقى عرفت الدبس. ماشي كده اهو ده الكلام اللي انا قلته لك اهو. البي من 3 ل 4 الليفل الاولاني اللي هو فوق جراوند ليفل زائد نص. حلو. الليفل الثاني هو البيد ليفل بس تشيل منه ال ال في السلوب صح كده.
بيقول لك مثلا لو البيد ليفل ده مثلا كان 6 وكان 200 متر ال والميل نص في المية فجابت متر، ف6 ناقص متر بقت كام؟ 5 متر. 5. طيب ال L3 بيقول لك انزل متر اللي هو منسوب الاكس بتاع المضخة. طب وال L4 من ليفل 4 بيقول لك انزل كمان نص متر لمنسوب القاع بتاع البيار. طبعا القاع الداخلي طبعا، سيبك من سمك الفرشه والقصه دي، ده قصه خرسانات بقى مالناش دعوه بيها. ماشي؟ ماشي. وال 3 4 متر ده اللي من الداخل، خد بالك؟ انا قلت لك احنا بنشتغل هيدروليكس، يعني بنشتغل ابعاد ميه. ماشي؟ انترنال. معايا؟ تمام. كده انا جبت ايه؟ ارتفاع الصمب. بالظبط كده، بالظبط كده. حلو كده الكلام؟ ماشي. ماشي. بيقول لك ان المضخه ان البياره المفروض انها ما تسمحش بالترسيب، ما تسمحش بالترسيب، يعني تكون حجمها مش كبير، يعني الميه العكره العكره اللي جايه من اللي ما تقعدش فيها بالساعه والساعتين، والا ان الرواسب تترسب في قاع البياره وتبدا شويه شويه تسد مدخل المضخه وتعمل لك مشكله، كل شويه بقى توقف وتنظف البياره والقصه دي. فبيقول لك ان المفروض التايم اللي الميه بتقعده هنا ما يزيدش عن 10 minutes، وفي ناس تقول لك ممكن 10 15 مينتس، يعني الميه ما تقعدش هنا اكتر من 10 15 مينتس، يعني قد الميه اللي داخله على قد اللي هي اللي هي ايه خارجه، ويكون ريتينشن تايم قليل. طب التايم بقى بيجي منين؟ طبعا التايم نفس معادله الكونتينيوتي، فاكر معادله الكونتينيوتي ان الايه الفوليوم بتساوي كيو في تايم، الحجم بيساوي زمن في كيو، صح كده؟ فاكر انت بنفس معادلة الكيو بتساوي في اريا، في معادلة شبيهة ان الكيو عبارة عن فوليوم على تايم، صح؟ ايوه معروفة. ها؟ بدليل ان اليونت بتاعها متر كيوب بير سكند، صح؟ يبقى الكيو عبارة عن فوليوم على تايم، صح كده؟ يبقى التايم عبارة عن فوليوم على كيو، صح؟ ماشي. ماشي. الفوليوم بقى ايه هو؟ الفوليوم هو عباره عن البي في ال في دي، ده متوازي مستطيلات، صح؟ بي في ال في دي، بس مش دي كلها، دي ووتر. معايا؟ ماشي. مش دي كلها، مش دي لغايه الهواء، دي لغايه الدي ووتر. ايه الدي ووتر؟ اللي هي من القاع لغايه منسوب الميه، من القاع لغايه منسوب الميه. طبعا هتاخد المنسوب العالي ولا المنسوب الواطي، طبعا انت بتشيك على حسب اللي تشيك، يعني انت عايزه ان هو الزمن يكون قليل، فالورست كيس الحاله الاسوأ ان الفوليوم يكون كبير، يعني هتاخد الاعلى منسوب. ماشي. انت عايز ان الزمن ما يزيدش عن 10 ايه 10 دقايق، خد بالك، فخد اعلى منسوب، يعني من الهاي ووتر ليفل، يعني اللي هيديني زمن اكتر، هيديني زمن اكتر. لو نجحت في الاكتر يبقى هنجح في الاقل، صح ولا ايه؟ ايوه صح. تمام. طبعا هتشتغل وحده دوليه عشان تخلص، يبقى تحط متر كيوب بير سكند وتحط دي بالمتر كله بالمتر، صح كده؟ صح ولا ايه؟ ايوه صح. ممكن مثلا ماشي، هيطلع بالثانيه تحوله للدقيقه وتشوفه ان هو المفروض ما يزيدش عن 10 ايه 10 دقائق. ماشي. طبعا كل ال يعني 10 دقائق لو طلع مش عارف 11 دقيقه ممكن تقول اوكي برضه، يعني الارقام مش شارب يعني، خد بالك، ولكن بوري لك بس اللي تشيك يعني. اوكي تمام. ماشي 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 شباب، واضح كده ولا ايه؟ الله ينور يا دكتور. ماشي. هو بس فاضل حكايه الهوكس باور بتاعه المضخات، ودي سهله معادله الهوكس باور، بس انا ما قلتهاش، ما حطيتهاش هنا لان الدكتور تقريبا دكتور مدحت ما لحقش يقولها في الـ في الـ اللي هي اخر حاجه، ان انت تحسب بس الايه الباور بتاع المضخات دي، شوف الهيد ستاتيك واجيب منه الباور بتاع البمبه. ايوه بالظبط. المعادله المشهوره جاما في اتش في كيو على ايه 75 في على 75 يا افشنسي 1 وافشنسي 2 وافشنسي ايتا 1 ايتا 2 ما اعرفش انتوا بتسموها ايه. اوكي خد بالك، تجيب الهوكس باور، طبعا الهوكس باور بتاعهم كلهم، الهوكس باور بتاع المضخات كلها، صح؟ هتروح تشوف المضخه اللي هتستخدمها كام حصان وتجيب عددهم وتضيف التلت، والتلت المفروض ما يقلش عن مضختين،
ماشي، يبقى ستاند بار. حلو الكلام؟ حلو تمام كده؟ تمام يا بس انا ما كتبتهاش هنا لان هو انا شفت المحاضره كان لسه ما لحقش يقولها. ايه بس انت عارفها يعني معادله هنا احنا ما عندناش معادلات صعبه في التصميم، هي العمليه كلها معادلات كونتينيوتي او معادلات الهيدروليكس الاساسيه. خد بالك تركز بس في اليونتس عشان ما تغلطش اخطاء غبيه. اوكي اللتر ومش عارف ايه والسنتي والكلام من ده، تركز تروح دايما للوحده الدوليه. اوكي وتمشي وان واي الوحده الدوليه، وترجع من الوحده الدوليه ترجع بقى لاي زمن، ليوم لدقيقه لساعه ما يهمكش. ماشي تمام. في حد عنده اي سؤال؟ اللي عايز يسال اي سؤال يفتح المايك ويسال، مفيش مشكله. دكتور بعد اذنك، بس هو حضرتك ممكن بس ترفع لنا البي دي اف بتاعت المحاضره اللي فاتت؟ اترفعت هتلاقيها موجوده. اصلا دخلت قبل المحاضره فما لقيتهاش. طب ادخل كده تاني دلوقتي، انا رفعتها اثناء يعني في بدايه المحاضره كده. طب حد يدخل بعد يتاكد ان هي موجوده. انا داخل هو مع حضرتك. طب خش. الفايلز اللي هي ووتر ايوه سبلاي صح برضه. ايوه بالظبط. تمام دكتور. هو بالنسبه للشيتات، هل مثلا هل الشيت اللي نزل ده هيبدا يتسلم ولا اصل مفيش حد يتكلم؟ ظبطه بقى مع المعيدين. انا لسه انت ما تاخده كله، هيشوف بقى طريقه تسليمه ايه معاكم. ما اعرفش والله، هرتب معاك. اصل احنا مثلا ايه، اصل كان بيحصل مشاكل في الترمات اللي فاتت وكده، مثلا المعيد يقول مثلا ايه، انا عايز يتسلم فازيو في يوم كذا، فاحنا بنعرفه في وقت متاخر. في ناس بتبقى عارفه في وقت بدري، اللي هي مثلا ايه، اللي هي مثلا مجموعه اولى مثلا دي بيبقى مثلا سكاشينها بكده، بيبقى مثلا مضغوطه بتاعت المجموعه الاولى. ساعات بيبقى بقى العكس على حسب بقى ما المعيد بيقول امتى، فاحنا عايزين مثلا المعيد يقول لنا بوقت كافي مثلا. ماشي اتفقوا معاه بس، ولو في مشكله قولوا لي، بس قولوا لي ايه المشكله. وهو بس لو قال لكم ميعاد حد يكتبه لكم على الجروب بتاع الدفعه يعني. تمام. هو المعيد اللي انا كلموه المسؤول عن الماده باشمهندس المعداوي. المعداوي موجود في يوم، والباشمهندس التاني موجود. انتوا عندكم سبت واثنين، باين جزء من الناس سبت وجزء من الناس اثنين صح؟ ايوه فاهم. كل الناس يا اما سبت يا اما اثنين. ايوه دكتور. فهتلاقي الباشمهندس المعداوي يعني ممكن نكلمه باشمهندس كرم او باشمهندس المعداوي. كرم او هم، هتلاقيهم هما الاثنين اللي هما مسؤولين المادة. مسؤولين المادة، واحد ماسك يوم واحد ماسك يوم بالكامل، واخد بالك؟ تمام. فهم يتفقوا اللي هتسلمه السبت هتسلمه السبت، اللي سلمه الاثنين هتسلمه الاثنين، يعني مفيش توليرانس جامد يعني. وبعدين كده كده من الاثنين للاسبوع اللي بعده يعني عندك وقت. تمام. ايوه احنا عايزين الوقت والله، عشان ايه ما تضغطوش وكده. زي في بعض المواد مثلا الترم اللي فات كان كل معيد بيطلب وملوش علاقه مثلا بالمواد الثانيه، يعني كنا بنبقى مضغوطين بقى كده. ايوه طب استنى نوقف التسجيل.